الحقيقة أنه منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يأتي بعد مرور عام على الجائحة، ومن ثم طبيعي أنه كل جلسات الحوار شهدت يعني انعكاس لهذا من خلال مناقشة أثر الجائحة على مختلف الصناعات. اليوم سعدت الحقيقة بمشاركة في جلسة حوارية مهمة عن دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما بعد الجائحة. يعني ربما إذا كان للجائحة وجه إيجابي فهو أنه أكد وكرس أهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل يعني قاطع لا يقبل نقاش، في أنه لا يمكن لأي مشروع أو في أي قطاع أن ينمو وينهض دون الاستعانة والارتكاز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ناقشنا مختلف القضايا حول هذا الأمر، خصوصية البيانات، حماية وحمايتها، الاستفادة من البيانات وتعظيم قيمتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، النفاذ الشباب في مختلف دول العالم على الانترنت وضرورة تكثيفه وحق كل مواطن في أن ينفذ على الشبكة الدولية للمعلومات، التدريب عن بعد والتعليم عن بعد والتعليم الهجين وجدواه، الرعاية الصحية من خلال المنظومات الرقمية وأهميتها. كل هذه القضايا نقشت الحقيقة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. أرى أن هذا المكان وهذا المحفل هو المكان المثالي لمناقشة هذه القضايا، لأنه يمنح فرصة لتبادل الرؤى بين مختلف دول العالم، مناقشة التجارب الناجحة في مختلف دول العالم، وهو أمر شديد الإيجابية. المنتدى يعني في نسخته الرابعة أكثر تعمقا وأكثر طرحا لقضايا حيوية. يعني في الصباح اليوم شهدنا ندوة يعني ألقى فيها دولة رئيس الوزراء كلمة وعرض في منتهى الأهمية عن التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية. أمس كان هناك الجلسة الحيوية التي شرفها السيد الرئيس مع كوكبة من رؤساء دول العالم. كل هذه الجلسات تثري الفكر حول المنتدى وتعمق من قيمته وتؤكد أهميته.